إعلام المدرسة العليا للاتصال، وبفضل هذا إحنا التكوين هذا الهدف منه باش تكون عندنا صحافة إلكترونية ذات مصداقية خاصة، وحين يكون لكم هنا في أدوات تاع العمل تاعكم، لأن العمل تاع الصحافة الإلكترونية ماشي نفس الهدف، والعمل تاعكم هو خاص مقارنة بفئة الصحافة الأخرى التسمية البصرية والمكتوبة. إذا حنا نشجعوكم والشيء اللي نشجع راكم مهتمين، راكم الحمد لله جيتوا كامل الدورة الأولى هذه، راني نشوف راكم مهتمين بالتكوين، وانتم أغلبكم راكم شباب، ثم راكم بداية التكوين هذا تاع الصحافة الإلكترونية هو يكون مدعم ويكون مشجع للصحافيين الآخرين اللي مازال ما استفادوش من التكوين. وحنا طبقا لقانون العضوي للإعلام اللي صدق عليه في مجلس الشعب الوطني وفي مجلس الأمة، هو أن درنا تكوين من أولويات القطاع. إذا اليوم أنا بدينا كما قلت صاحب الاتصال المؤسساتي، اليوم المرحلة هذه الإعلام الإلكتروني، ويكون إن شاء الله دورات تكوينية أخرى. إحنا الهدف تاعنا الاحترافية والمصداقية. وشكرا والله يعاونكم. سيدي وانتم الصحفيين، وانا دائما نقول هذه العباره، انتم الصحفيين قبل ما تكونوا صحفيين راكم مواطنين جزائريين، وانتم اللي تكونوا في الصف الاول. اليوم انا دائما نقول خلاص هذاك رده الفعل، رياكسيون، خلاص رده الفعل. اليوم لازم الاستباقيه، هذه بلادكم، وانتم تكونوا في الصف الاول وتكون استباقيه من طرف الصحفيين الجزائريين، سواء انتم على الصحافه الالكترونيه ولا الصحافه المكتوبه ولا السمعيه البصريه. واليوم الرقمنه هي اولويه قطاع، اولويه الدوله، لان الرقمنه اليوم مع التكنولوجيات الحديثه في الاعلام والاتصال، بفضل التكوين مثل هذا التكوين اليوم، باش الصحفيين يكونوا اجور كما يقول لك بالنسبه للنوبل تكنولوجي، التكنولوجيات الجديدة الحديثة للإعلام والاتصال. والصحافة اليوم معنية، أولوية أول المعنيين هم الصحفيين، لأن اليوم راهي حرب سيبرانية، حرب إعلامية، وأنا واثق في الصحفيين الجزائريين اللي برهنوا ورانا درنا بعض الأحداث هنا كما البيض المتوسط، القمة العربية، الشان وكذا، برهنتوا عندما تكون الصحافة الجزائرية واحدة موحدة، تكون قوية واحترافية، وهي اللي تكون تتسم بالاستباقية للدفاع على الوطن، وكذلك مرافقة الدولة في كل إنجازات. لازم أنا نطلب من الصحافيين باش يبرزوا الإنجازات تاع الجزائر، لأن اليوم واش أنا نشوف إنجازات الجزائر بكل صراحة، راكم هنا كلكم حاضرين، ما خدتش حقها في الصحافة الوطنية. ربما يكون حدث تكلموا عليه يوم زعما نهار، لكن بعض الإنجازات رانا نشوفوا كان كثير من الدول يديروا إنجازات صغيرة جدا، يشوفوها يبرزوها ويفتخروا بها وتمشي حتى الخارج. حنايا الصورة تاع الجزائر اليوم ماشي غير وطنيين فقط، محليين يعني، وإنما نتمنوا باش الصورة الحقيقية للجزائر تكون تبرز حتى في الخارج، وباش تخرج باش تبرز في الخارج بفضلكم، بفضل الصحفيين. ونشكرك.